أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي موافقة مجلس الوزراء على البدء في تخصيص المرحلة الخامسة التكميلية بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح مرحلة جديدة للمشروع بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور وبدر والسادات ودمياط الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى أسوان الجديدة، وذلك بعد توفير 2903 قطع أرض.